كان في يعني اثناء الفاصل حوار كده، دار حوار جانبي دار ما بين نهاوند وكابتن محمد حشيش، كان بتتساءل على الدوري ايه النظام يا كابتن حشيش، فكان عنده اجابه فيها قدر كبير جدا من المصداقيه والمنطق، ان احنا يعني كان الكلام ماشي في سكه واحنا اللي عملنا في نفسنا كده، احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده. فكابتن حشيش حضرتك قلت ما يفيد بان ساعات بيبقى في ضربات قدريه طبعاً اللي ليها علاقه بالتوفيق من عدم، وهي اللي بتحط الفريق في الموقف اللي هو فيه. احنا لازم نتفق في البدايه ان احنا بنلعب رياضه. الكوره هي رياضه ممتعه للناس كلها. احنا حولناها الفتره الاخيره احنا طبعا كجمهور يعني لصراع غير عادي على البطوله، وهنخسر البطوله هنكسب البطوله، الاهلي فاضل له قد ايه، الزمالك هيخسر ايه، الاهلي هيتكعبل ما اعرفش ايه، يعني اتقلبت يا كريم لصراع غير عادي. ايوه بره في الشارع الناس غير الشد العصبي بتاع الحياه اضافوا لنفسهم شد عصبي بشكل غير عادي، وخصوصا الفتره بقى اللي هي ايه بدايه بقى من الخمس ماتشات الاخرانيه بقى في احتقان بقى في الحاله، بقت خلاص الدنيا صعبه. لو هنتكلم على جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي دلوقتي مشدود شده كبيره جدا جدا، انا مش شايف لها يعني ايه اهميه قوي للموضوع دوت. النادي الاهلي العشر شهور اللي فاتوا واخد كم من البطولات، يعني خطيرة اقرب منافس ليه ما خدش بطوله، صح صح، حتى نوادي عالميه لو قارنتها حضرتك مش بنفس النسب خالص، بطولتين افريقيا، كاس عالم، بروزيت كاس عالم للانديه، واخد الدوري السنه اللي فاتت، كاس سوبر مصري، سوبر افريقي، طب يعمل ايه اكتر من كده يا جماعه؟ ومفيش حد تاني ياخد حاجه؟ يعني ما احنا طماعين وعايزين ناخد، انما ما هو في ناس عايشه معانا في الكوكب ده، يعني ناس موجودة معانا بتلعب معانا في الدوري، صحيح لها برضو تاريخ ولها جمهور ولها ناس طموح مشروع وعندهم طموح مشروع وناس بتموت على الفرقة بتاعتها، ما هو من حقه برضو ياخد حتة صغيرة، يعني مش يا فتفوتة خد فتفوتة، إنما بالشكل الصعب ده. وبعدين لو هنتكلم يعني على المباريات اللي فاتت، الدنيا اتقلبت بعد مباراة الإسماعيلي، وابتدى الاعلام اللي طبعا بعض الاعلاميين اللي مكسرين الدنيا، في ناس بتفوت وناس مش عارف ايه، والحكام الجمهور بقى حكام واجهزه رياضيه ومدربين فنيين ومجالس ادارات وبيتكلموا في كل حاجه، فده ما ينفعش يا جماعه، يعني ده ما ينفعش. الكوره فيها مكسب وخساره وفيها تعادل، ماتش الاسماعيلي اللي لسه كنا بنتكلم، الكوره بتاعت صلاح محسن الاخيره دي في اخر في الوقت الاضافي، الجون يا دوبك فيها لك غير عادي، وهو رايح الاتجاه المعاكس خبطت فيه مشت جنب العارضه، لو جت جون والاهلي كسب كان الكلام كله اتغير. يعني ناس بتقعد تقول موسيماني، اصل موسيماني لما بيلعب بثلاثه ديفندرات هو ده اللي بيأثر على الفرقه، فتعادلنا ماتش كذا وخسرنا ماتش كذا، وناس تقول لك لا موسيماني ملوش دعوه، لا اللعيبه اللي بتدلع، ناس تقول لك لا اللعيبه ولا موسيماني، ده هي القصه برضو قصه، ولو صلاح محسن جاب الجون ده كان موسيماني بقى غلط في مش عارف ايه، طب بالعكس ده هو الراجل عمل التغيير ده، والتغيير اللي عمله كان ممكن يجيب المكسب. فاللي انا عايز اقوله ان 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 النادي الاهلي يكسب البطوله، المنافس يكسب البطوله دي، لا اخر بطوله للنادي الاهلي ولا اول بطوله. لو هنتكلم على تعداد البطولات زي ما قلنا، كم كبير من البطولات النادي الاهلي مش عارفين نوديها فين. البطوله احنا بنفكر نبني مبنى جديد، والله كان نعمل الموضوع فيه ده حاجات تانية عشان بطولاتنا بس. وبعدين عايز اقول لك حاجه، الاربع ماتشات هيخلصوا في خلال العشر ايام اللي جايين دول، بعديها بايام بسيطه هتبدا المسابقه اللي بعدها، الدوري اللي بعده، الناس هتنسى وهتخش في اللي بعده. عندنا المصري واسوان والجونه اللي بالظبط. فانا عايز اقول لك ان هي كوره، والناس قاعده تحسب، طب ايه رايك مين ماتش صعب ممكن يكعبل المنافس، طب ايه الماتش اللي النادي الاهلي يخاف دي كوره، انت ممكن على اقل فرقه في الاربعه اللي موجودين سواء للاهلي او الزمالك ممكن تكسب او تتعادل. كوره ومحتاجه، لان كل العناصر عملت اللي عليها من اول مجلس الاداره لاقل عامل في النادي الاهلي، كلهم عملوا اللي عليهم في موسم شاق وكبير جدا، واخر ثلاث مواسم مضغوطين جدا جدا، وانتوا بتتكلموا على ضغطه الموسم ده، امال اللي جاي هيحصل ايه؟ هيحصل ايه بالظبط؟ يعني اللي فيه كاس عالم وبطوله افريقيا وتصفيات كاس عالم يعني طب هنروح فين بقى في الكلام ده؟ احنا هنقطع بعض.